طبعا احنا معانا الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي وأمين عام اتحاد الخبراء البيئة العربي. دكتور مجدي، مساء الخير عليك. بخير، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن أزمة الطاقة العالمية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها. هي يعني نقدر نقول أزمة الكهرباء أكتر منها أزمة الطاقة. هو شبكات الكهرباء في كل دول العالم تقريبا تأثرت تأثرا كبيرا بالتطبيق عليه الحمل الكهربائي. هذا الحمل الكهربائي له قدرة، الشبكات الضخمة التي تنقل عبر الدول لها قدرة على التحمل. فطبعا كون ان كل البشرية عايزة تأتي ومراوح. دكتور مجدي، الصوت مش واضح تقريبا. لم يحدث تقريبا، يمكن لأول مرة تواجه البشرية هذا النوع مما يطلق عليه التكيف الإجمالي الجماعي على الكون، على كل سطح الكرة الأرضية. ودي النقطة الأخطر في الموضوع، إن حمل الاستهلاك الطاقة سقطت به شبكات الكهرباء، وده وضع طبيعي، يعني هيشيلوا إيه ولا إيه؟ ال 12 مدينة على مستوى العالم، يعني أقربها لينا يمكن يكون اسطنبول فرنسا وباريس وإيطاليا، حتى مكة والمدينة، يعني حجم الحرارة الشديدة والرياح والأتربة والغبار أثر تأثيرا كبيرا على الشبكات هناك. الجزائر يعني حجم الحرائق اللي حصل فيها غير مسبوق، يعني 13 بؤرة حريق وإخماد 80% منها، وسبع ولايات ما زالت تحت الإطفاء. أن يصاحب كل هذا ظاهرة النيل التي تزيد من درجات الحرارة في المحيطات وفي البحار، البحرين المتوسط والأحمر والمحيط الهندي، وأنه منذ 7 سنوات آخر مرة حصلت فيها ظاهرة النيل، وظاهرة من ظواهر التطرف الطقسي الشديد جدا، خصوصا في الشهور الحارة زي ظاهرة النينو دي. ليها علاقة بمنخفض الهند ولا دي حاجة ودي حاجة ولا؟ لا، ما المنخفضات تأثيرها تبدأ بعد التيارات، فالتيارات تبتدي بالنينو الأول في المحيط الهادي وتنتقل إلى جنوب شرق آسيا في التيارات المائية الأخرى. لكن طبعا إنه هذه الظاهرة تتكاثر وتكثف في هذه المدة الزمنية، طبعا ده واضح إنه سبب ارتفاع درجة حرارة، لأن في دول العربية مثلا الكويت وغيرها عدت 58 درجة. إذا فرنسا وإنجلترا وعدة دول عدت 45 درجة. فإحنا بنتكلم على ظاهرة غير مسبوقة، يعني أنا أعتقد إنه لم يحدث في تاريخ تسجيل القياسات المناخية ما حدث هذا العام 2023، ومتوقع للأسف الشديد إنه على الأقل عامين لأربع أعوام ستستمر ظاهرة الدفء العالمي نتيجة عدة أسباب أهمها وأخطرها الاستهلاك الزائد للطاقة بكل أنواعها. ثم إنه الحقيقة يعني الاعتماد البشري على الكهرباء بهذا الحجم يحتاج يعني نصف، لا يمكن ضعف الشبكات الحالية لتتحمل هذه الزيادة في المدن والتحول من الريف إلى المدن. وحتى المناطق الريفية كلها دلوقتي وصل لها الكهرباء، وده استهلاكها الكهربائي ده ما كانش موجود في الخريطة قبل كده. فالنهاردة الاربنايزيشن أو التحول من الريف إلى المدينة جعل كل دول العالم مدن، والمدن دي يعني طرق، يعني كهرباء، يعني محطات وقود، يعني محطات توليد كهرباء. طبعا ده زاد من الأزمة، لكن لازم نعترف إن التغير المناخي فرض نفسه، وإنه هناك بالفعل موجات مناخية حتى احنا بنسميها acute extreme events، اللي هي ظواهر مناخية جامحة. وكلمة جامحة دي لان احنا واخدينها من التسونامي، لو تفتكر التسونامي لما حصل زلزال في قاع البحر وشال مدن بحالها، يعني 700 كيلو شال مدن، محطة نووية في اليابان وقعت في المحيط الهادي ساعتها. فالتغيرات المناخيه الناس فاكره شويه هوا وخلاص. لا طبعا، ده احنا بنعاني ولسه كمان هنعاني منها اكتر واكتر السنوات الجايه. كل الشكر لحضرتك دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئه العالمي وامين عام اتحاد خبراء البيئه العرب. شكرا جزيلا ليك.